بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، يومه الثلاثاء 6 شعبان سنة 41 400 ألف هجرية، الموافق 31 مارس سنة 2020 ميلادية، في حصة جديدة مخصصة لتصحيح الأنشطة التطبيقية لدرس المنادى من مكون التراكيب، وكذا لشرح درس جديد من دروس الصرف والتحويل. فبسم الله نبدأ حصتنا. أحباء التلاميذ، بداية سنصحح أنشطة درس التراكيب، وقبل ذلك لا ضير من تذكير بسيط بالدرس. فالمنادى أحبائي اسم يذكر بعد أداة نداء قصد تنبيه المنادى للمخاطب حتى يستمع إليه، وينقسم إلى منادى معرب وهو الأصل، وهو النكرة غير المقصودة المضاف والشبيه بالمضاف، وإلى منادى يبنى على ما يرفع به من ضمة أو ألف اثنين أو واو للجماعة، وهو المفرد المعرفة والنكرة المقصودة. والآن فلنصحح أنشطتنا. السؤال الأول، أعتذر، أملأ الفراغ بأداة النداء المناسبة وأشكل الجمل. الجملة الأولى، يا طالع الجبل خذ حذرك، أو أيا طالع الجبل خذ حذرك، أو أطالع الجبل خذ حذرك. إذن هذه ثلاث من أدوات النداء التي تأتي مع سياق الجملة. ولاحظوا معي أحبائي، أعتذر، فطالع منادى مضاف، وقلنا منادى مضاف لأنه بعد هذه الكلمة جاء اسم مجرور وهو مضاف إليه، وهي كلمة الجبل. وكلمة طالع هذا المنادى حذف تنوينه للإضافة. الجملة الثانية، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه أحبائي آية كريمة من كتاب الله عز وجل. إذن ابتدأت بأداة نداءية، ثم تلاها كلمة أيتها. لماذا؟ لأن بعدها اسم معرف بأن، وسبقت الإشارة إلى أن أي وأية إذا ارتبطت باسم معرف بأن فإنها تحل محل المنادى. الجملة الثالثة، ارحمنا يا الله. إذن الله لفظ الجلالة منادى مبني على الضم في محل نصب، وسبقت الإشارة بأن لفظ الجلالة لا يستعمل معه إلا الأداة يا. الجملة الرابعة، يا بني إن الإخلاص في العمل عبادة، أو أي بني إن الإخلاص في العمل عبادة. هنا استعملنا أداة النداء أي مخففة، فقلنا أي بني، وقد جاء المنادى هنا منصوبا لأنه نكرة غير مقصودة. ننتقل الآن لتصحيح التمرين الثاني. أعرب الجملة الآتية إعرابا تاما. أعتذر، الجملة هي أيا ناسيا دروسه تنبه. أيا أداة نداء مبنية على السكون المقدر على الألف، ناسيا منادى شبيه بالمضاف منصوب بتنوين الفتح الظاهر على آخره، وسنرى لماذا قلنا أنه شبيه بالمضاف. دروسه، دروس مفعول به لاسم الفاعل ناسيا،
منصوب بالفتحة الظاهرة. إذن هذا هو السبب قولنا أن كلمة ناسيا جاءت منادى شبيها بالمضاف، لأنه بعدها مفعول به لاسم الفاعل ناسيا وهو مضاف، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. تنبه، هو فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تقديره أنت لأنه فعل أمر، فأنا أخاطبك أنت أيها الناس دروسه. إذن انتهى تصحيح الأنشطة التطبيقية لمكون التراكيب الخاص بدرس المنادى، وأرجو من تلامذة الأعزاء أن يهموا بتصحيح هذه الأنشطة بقلم آخر أخضر عفوا. أما الآن فننتقل لدرس جديد خاص بمكون الصرف والتحويل، وهو بعنوان اسم الآلة. لكن قبل أن نخوض أحبائي في درسنا الجديد، لابد من تذكير بدرسنا السابق وهو اسم الزمان والمكان. وقلنا أعزائي أن اسمي الزمان والمكان يؤخذان من الفعل للدلالة على زمان وقوعه أو مكانه، ويصاغان من الفعل الثلاثي المجرد على وزن مفعل، من يفعل مثل يلعب، أو يفعل مثل يخرج، ومن الفعل المعتل الآخر مثل رعى، وعلى وزن مفعل من يفعل مثل يضرب، ومن الفعل المثال الواوي وعد، ويصاغان من الفعل غير الثلاثي على وزن اسم المفعول مثل انتظر منتظر. الآن سننتقل لشرح درسنا الجديد وهو اسم الآلة، والهدف منه بناء مفهوم اسم الآلة وتعرف أوزانه، تمييز الأفعال التي تصاغ منها أسماء الآلة. فلنلاحظ الأمثلة. المثال الأول أعتذر، تزن المرأتان العلبة في الميزان. ما معنى الميزان؟ الميزان أحبائي آلة نزن بها الأشياء، وكلمة ميزان جاءت هنا على وزن مفعال، وقد صيغت من الفعل وزن، وهو فعل ثلاثي مجرد متعد، ودليلنا على أنه فعل متعد قولنا وزن الفكهاني الفواكه في الميزان. بالفعل فهو فعل متعد رفع الفاعل ونصب المفعول به. الجملة الثانية، علق أحمد المعطف على المعلاق. ما معنى المعلاق؟ المعلاق آلة لتعليق الأشياء عليها، إذن فهو يستعمل لتعليق الأشياء عليه، وكلمة معلاق جاءت هنا على وزن مفعال، وصيغت من الفعل علق، وهو فعل غير ثلاثي، إذن علق. إذن التضعيف هنا أيضا حرف، فهو فعل غير ثلاثي، ودليلنا هي جملتنا ذاتها، علق أحمد المعطف على المعلاق، وهو أيضا فعل متعد. المثال الثالث، أفاطمة ناولين المرقنة. ما معنى المرقنة؟ المرقنة هي آلة للرقم، أي آلة للكتابة، فهي الآلة الكاتبة. مرقنة جاءت على وزن مفعلة، وصيغت من الفعل رقنة، وهو فعل
ثلاثي مجرد متعد، ودليلنا على أنه فعل متعد قولنا رقمت الدروس على المرقنة، إذن هو فعل رفع الفاعل ونصب المفعول به فهو فعل متعد. رابعا، يراقب أحمد المصعد. ما معنى المصعد؟ المصعد آلة تستعمل للصعود لأماكن عالية. مصعد جاءت على وزن مفعل، وفعلها صعد، وهو فعل ثلاثي مجرد لازم، ودليلنا على أنه فعل لازم قولنا صعد أحمد في المصعد، إذن الفعل هنا رفع الفاعل ولم ينصب مفعولا به، بل جاء بعد الفاعل جار ومجرور فهو فعل لازم. ومن هنا أحبائي نستنتج أن اسم الآلة اسم يدل على أداة يكون بها الفعل، ويؤخذ من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي مثل طحن. طحن الأب الخضر في المطحنة، ويؤخذ من الفعل الثلاثي المجرد اللازم مثل صعد، فنقول صعد أحمد في المصعد، ويؤخذ من الفعل غير الثلاثي مثل علق كقولنا علق المدير المعطف على المعلاق. ولاسم الآلة أحبائي ثلاثة أوزان، هي مفعلة، مفعل، ومفعال. مثال لوزن مفعلة مثل مطحنة كقولنا طحنت الأم الغذاء في المطحنة مثلا. مفعل مثلا مصعد، فنقول صعد المدير في المصعد. مفعال مثل معلاق كقولنا علقت المعطف على المعلاق. إلى هنا ينتهي درسنا أحبائي، والآن ننتقل للأنشطة التطبيقية للدرس والتي ستناط بكم من أجل إنجازها لكي تصحح في حصة قادمة بحول الله. السؤال الأول، أملأ الجدول كما هو مطلوب. لدينا جدول مكون من ثلاث خانات، خانة خاصة بالفعل، وأخرى باسم الآلة، وثالثة بالأوزان. سطر، ستأتون باسم الآلة منه وتعطونا وزنه. مذياع هو اسم للآلة، أنتم مطالبون بالإتيان بفعله وبوزنه، وليس وزن الفعل وإنما وزن اسم الآلة. شوى فعل، أنتم مطالبون بصياغة اسم الآلة منه وإعطاء وزنه الخاص به. السؤال الثاني، أصوغ أسماء الآلة من الأفعال الآتية وأذكر وزنها. لدينا مجموعة من الأفعال، ستقومون بصياغة أسماء الآلة منها ثم تذكرون وزن كل منها: كنس، عزف، نشر، حرك. وإلى هنا تنتهي حصتنا أحبائي التلاميذ، وأرجو منكم أن تهتموا بإنجاز هذه الأنشطة إنجازا جيدا، كما أدعوكم إلى كتابة درس اسم الآلة ب
بأمثلته واستنتاجه على دفاتركم الخاصة بقواعد اللغة العربية. إلى هنا أودعكم إلى لقاء جديد في حصة مقبلة بحول